هذا المؤتمر يلاقي هذا الإقبال الشديد جدا من حقيقة ضيوفنا الأعزاء العرب وضيوفنا المصريين مثقفين مصر والحضور الكريم النهاردة. طبعا المؤتمر بيحمل اسمين، يعني إبراهيم ناجي والسياب، يعتقد يعني ده شيء عظيم جدا جدا. زائد طبعا احنا أعلننا رفع قيمة الجائزة للمؤتمر، وانا شايفه انها مهمه جدا لان دي قيمه مصر الحقيقه، وده يعني احنا بنحاول نستعيد الرياده مره اخرى باذن الله. انا اغبط مصر لانها ما زالت ترفع رايه الفكر والثقافه، وما زالت تعلي من شانهما، وما زالت تعقد مؤتمراتها التي تحيي فيها روح اللغة وجوهر الفن وجمال الإبداع. الملتقى بينعقد تحت يعني شعار الشعر وثقافة العصر، عنوان دل على انه الشعر متطور وانه بيحاول، وطبعا من خلال الجلسات اللي هتنعقد ومناقشات، انه يحاول يواكب ما يجري من تطورات على الساحة، خاصة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجي. يعني في جلسات هتخصص لعلاقة الشعر بتكنولوجيا المعلومات. فرصة لنا إنسانية وفرصة لنا ثقافية وفرصة للالتقاء أيضا بالعديد من النقاد ومعرفة إلى أين وصل النقد العربي، كما هي معرفة إلى أين وصل الشعر العربي. المجلس الأعلى للثقافة يواصل طريقه الرائد في خدمة الثقافة العربية، ويؤكد حضور مصر الثقافي بوزنها الحقيقي في وسط العالم العربي.